الذي يحل مكانه لم يكن جاهز بدنيا بما يكفي، ربما لكبر السن، ربما لظروف أخرى. ولكن هل تتوقع أن تشكل هذه الإضافات دعم لريال مدريد، أم يكون الإصابة والإيقاف أثر في اللياقة البدنية؟ نعم، أنا بقول زيدان هذا العام غير محظوظ، رغم إنه أنا الكرة الجاية طبعا هعيدها، هيرجع يلعب، هيرجع طبعا راموس وميندي في الطرف الشمال، بالرغم من يعني هيتخلص من مارسيلو انا ذكرت تكلمت عنه الحلقه الفاتره، قلت كان عال على الفريق ولا زال عال على ريال مدريد. نعم. من عدم من حظوظ زيدان، انت بتقول عادل الثالثه واقع، انا اتوقع المره دي الثالثه واقع على زيدان. نعم. لانه تشيلسي ما شاء الله يعني بعد استلم المدرب توماس توخيل، تشيلسي غير جدا الفريق، وغير الفريق شكلا وتكتيكيا، كل شيء في الفريق غير من قبل اللي مرت ريال مدريد. يعني الكره صعبه، الكره ما سهله، انا افتكر ان المره دي ريال مدريد خلاص يمكن تكون 90% نهايته الكره، اللعبه الكره القادمه ان شاء الله. نعم. هذا بخصوص